السلام عليكم ورحمة الله. اليوم يا إخواننا نفرجيكم زي ما طلبوا مني الشباب جلد الخنزير. قديش خمله؟ هذا خنزير صدناه قصينا منه شكفة بس عشان إيش نفرجيكم خملة. هذا الناس بيقولوا عنه دهن، شايفين إنه مدهن، لكن هو طلعوا يعني كل هاللحمة حمراء وكل الجلد تبع الخنزير بيجي هيك طلع مخمله. يعني حتى هاي الجلد لو عض هالكلب ما بيأثر فيه، هالكيت دهن جلد بعرفش بس كويك بيجي. ها اعتقد انه طبقات من الدهنيات بتيجي على الجلد بتحميه، بعرفش ليش تحميه من السكعة، يمكن إلها يعني فوائد هاي. عشان هيك الخنزير بالشمس ما بيقدر يتحمل الشمس، فيش إله بسمات يعرق منها الخنزير، وهاي الطبقات بتتعرض للشمس مش منيح، فعشان هيك الخنزير إذا تعرض للشمس لفترة طويلة بفكع. شايفين السمكة تبعته كم؟ خميل. أما شايفين هاي هان حمر، عنه خنزير كبير وضخم وناصح، بس هان بيجي طبقة الدهن أكثر إشي. وين بتيجي؟ على الجلد، هاي الجلد، هاي الشعر، وهاي الطبقة. أما اللحم هنا بيجي معظمه أحمر، بس لما ينشوى بيصير أبيض. فيديو مرة قررت أشوي لحمة خنزير، بتتفرجوا عليه لما بتشويه بتصير بيضة زي لحمة الدجاج. وبالنسبة يا إخوان لقناة الصيد، صيد الخنازير، اللي بحب الصيد راح أحط لكم رابط القناة على الوصف تحت الفيديو هذا.